طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسعادة وسرور وأمسية سعيدة وهنية أتمناها لكم جميعا، وأسعد الله مساءكم بكل خير وفرحة ومحبة وسعادة. حياكم الله جميعا، أرحب بكم جميعا، أهلا بحضراتكم جميعا. سنطلق على بركة الله تعالى في أمسية جديدة من محاضراتكم سلسلة فن إدارة الحياة، وأمسية جديدة إن شاء الله قوة الثقة بالنفس. سوف نتحدث في هذه الأمسية إن شاء الله عن الثقة بالنفس وأسبابها وأنواعها، كيف نبني ثقتنا بأنفسنا ونعززها، وما الفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور. فهيا بنا أحبائي الكرام ننطلق على بركة الله تعالى. بالنسبة لمحاور هذه الدورة قوة الثقة بالنفس، سوف نتحدث إن شاء الله عن يعني إيه الثقة بالنفس أو مفهوم الثقة بالنفس، أنواع الثقة بالنفس، طبعا منها الثقة المطلقة والثقة المتعلقة بأمور معينة والثقة المترجحة. نتحدث إن شاء الله عن بناء الصورة الإيجابية للذات، والثقة بالنفس طبعا هي أساس كل نجاح وكل إنجاز عظيم. فنتحدث أيضا عن سمات الواثقين وغير الواثقين بأنفسهم، ونتحدث عن علاقة الثقة بالنفس، قوة الثقة بالنفس والعلاقة بالله عز وجل في أداء طبعا المهام والإنجازات، سواء الإنجاز الأكاديمي أو الإنجاز العلمي، طبعا كل التطلعات الشخصية والأفكار الذاتية المظهرة، تقييمات وراء الأخرى، البيئة، الأسرة. سوف نتحدث عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلوات الله وسلم، وتعزيز الثقة في أصحابه والعوامل اللي ساهمت في صناعة تقدير مرتفع للذات. ونتحدث أخيرا عن الوسائل العملية لتعزيز الثقة بالنفس. الهدف طبعا من هذه الدورة قوة الثقة بالنفس هي إكساب المتدرب المهارات العملية لتعزيز الثقة بنفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدربنا المتألق مستر سمير، أهلا بحضرتك وأهلا بالجميع. نهاية هذه الدورة إن شاء الله سيكون بمقدور المشارك أن يتعرف على مفهوم الثقة بالنفس، يتعرف على أنواع الثقة بالنفس، ويكتشف على عناصر التميز في شخصيته إيه؟ بناء الصورة الإيجابية للذات، يكتشف إن الثقة بالنفس هي أساس كل نجاح وإنجاز عظيم. نرجع لقول الله في حديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. تاني، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. لازم الواحد يبقى على يقين تام إن شاء الله بثقته بالله سبحانه وتعالى، يعزز بها ثقته بنفسه. الثقة بالنفس، ما هي الثقة بالنفس؟ سؤال لحضراتكم وأرجو المشاركات من الجميع حتى نستفيد من خبرات بعضنا البعض. ما هي الثقة بالنفس من وجهة نظر كل واحد؟ أستاذة فتيحة بتقول الثقة بالنفس هي إحساس الشخص بقيمته نفسه بين ما من حوله. تمام أستاذة فتيحة، جميل. دكتورة حنان بتقول الثقة بالنفس هي نابعة
من الثقة بالله. جميل جدا. تعالوا بنا، ثقة بالنفس طبعا شيء جميل جدا، ثقة بالنفس طبعا شيء نتمناه جميعا، ونتمنى طبعا أن نستزيد منه، ولكن القضية هنا في وجودها، كيف تصبح أكثر قوة؟ علماء النفس هنا قالوا، والأطباء أجمعوا، علماء النفس والأطباء أجمعوا على إنه إذا تم اختراع حبة ثقة بالنفس، إن العالم سيصبح أكثر سعادة. تاني، علماء النفس والأطباء هنا أجمعوا كلهم على إنه إذا تم اختراع حبة ثقة بالنفس، العالم كله سيصبح أكثر سعادة، سيسبقونهم سريعا بلا عمل، لكن ذلك لم يحدث بعد. نسأل هنا أنفسنا إلى أين نذهب ندعم ثقتنا بأنفسنا، أو نعززها أو نقويها. طبعا نقوي ونطور، هناك مجالات كثيرة تحتاج إلى الاهتمام حتى نقوي ثقتنا بأنفسنا. تمام، تعالوا مع بعضنا نعرف يعني إيه الثقة بالنفس. الثقة بالنفس طبعا هي الثقة في قدرتك أنت، أنت وحدك الذي تستطيع أن تعزز وتحفز نفسك وتقويها، ذكائك أيضا، حكمتك، قواك العاطفية، قوة إرادتك ومهارتك، هي إيمان الإنسان بأهدافه. الثقة بالنفس هي إيمان الإنسان بأهدافه وقراراته وقدرته وإمكانياته، هي دي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هنا هي حالة توازن نفسي، حالة إيه؟ توازن نفسي. طبعا لو مفيش توازن في الإنسان حصل هنا إيه؟ حصل خلل. الثقة بالنفس هنا هي حالة توازن نفسي في معرفة الإنسان بذاته، بقدرته، معرفته بالعمل الذي يريد أن يقوم به. طبعا دي صفة حسنة وليست صفة ذميمة. الإنسان الذي يثق بنفسه هو إنسان يمتلك صفات قوية. طبعا الصفات القوية دي تجعله قادر على تقوية إيه؟ شخصيته، على تقوية شخصيته. طب ايه هي الصفات الواثق من نفسه؟ هناك طبعا لابد ان يكون هناك صفات، يقول مثلا انا موجود، يعطي لنفسه هنا قيمة كبيرة، يعمل على تحقيق اهدافه ورغباته. طبعا هنا ليس ملكا لاحد، او هو اقل مثلا اهل الحب، مثلا لو قيل لاهل الحب مثلا كي يثير الاعجاب، تستحق طبعا أن تكون كل طبعا من له صفة الواثق من نفسه أن تكون كلمته مسموعة، لا يسمح لأحد بأن يمل عليه كما نقول تصرفاته. الخطأ هنا طبعا وارد عنده، ولكنه وسيلة للإيه؟ للتعلم. لا يساوم أحد على مبادئه، ولا يرضي بأن يفرض عليه أحد قيما ليس مقتنعا بها، هو يقدر ذاته حق التقدير. ده صفات الشخص اللي هو ايه، يقول عليه ده واثق من نفسه جدا، واثق من نفسه جدا. استاذه فتيحه تفضلت مشكوره، بتقول الثقه بالنفس تجعل الانسان يتصرف بشكل طبيعي دون قلق او رهبه، تصرفاته هو من يحكمها وليس غيره. تمام أستاذة فتيحة، جميل جدا. الشخص هو الواثق من نفسه هو القادر هنا على إيه؟ على حكم نفسه بنفسه، هو المالك لقراراته وليس طبعا إيه؟ أحدا غيره. تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه أنواع الثقة في النفس. طبعا وجدت دراسات كتير وأبحاث علمية إن الثقة بالنفس لا تمثل حالة واحدة، بل هي تنوعت تصبح إلى حالات عديدة. طبعا منها الثقة المطلقة، المتوسط عنده الثقة المطلقة،
بعض الناس هنا ممكن يملكون ثقة مطلقة بأنفسهم يجعلهم هنا يقتحموا أو يكون عندهم قدرة على قيام بجميع المجالات، بيتحدوا أنفسهم، بيتحدوا جميع الصعوبات. طبعا هنا إيه بيكون هما لا طبعا الشخصية اللي هما عندهم ثقة بالنفس دول لا يمثلوا سوى نسبة ضئيلة جدا بين الناس. هم أشخاص غالبا تجدهم طبعا بين إيه قلة جدا. تعالوا نشوف مع بعضنا الثقة هنا بأمور معينة. الأمور المعينة هنا بتكون أمور محددة زي الكتابة، زي الرياضة، زي الإدارة، لكنها طبعا غير معممة على إيه عنده مثلا على جميع أمور الحياة. قد يكون مثلا ناجما هنا عن ممارسته الطويلة لتلك الأمور سواء الرياضية أو المعلومات الواسعة زي المؤلفين مثلا، زي الثقة في النفس مطلوبة طبعا في الإيه الرياضيين أكثر. مثلا لو هو ما عندوش ثقة بنفسه مش هيقدر هنا يقدم على الإيه، حتى لو هنا التدريب بتاعه كان ضعيف أو ما اتدربش كويس أو فيه عنده إصابة أو عنده حاجة هنا هتعيقه عن التأديت هنا المباراة مثلا. لو هو مش واثق من نفسه ان هو هيفوز، ان شاء الله هيفوز، وقال لنفسه انا قادر مفيش إصابة هتعجزني عن تأدية المباراة، في الحالة دي طبعا الثقة هنا هي اللي بتخليه يفوز. تمام. هناك طبعا من الثقة المتأرجحة طبعا بيشعر البعض هنا في بعض الأوقات طبعا يفتقدها في أوقات أخرى، يعني في وقت معين وليس في كل الأوقات، عشان كده بنسميها إيه متأرجحة. الثقة عنده هنا غير طبعا متأصلة، بتكون تابعة للحالة النفسية أو الإيه أو المزاجية أو النوعية اللي هما الناس العاطفيين جدا دي، بتبقى عندهم الثقة إيه متأرجحة، بيتأثروا بالموقف، يعني مش في كل اللي إيه بيبقى أصحاب مزاج زي ما بيقولوا. الصحة النفسية بتاعتهم بتأثر عليهم، مش في كل الأوقات بيبقى عندهم إيه ثقة مطلقة. النوعين اللي هما اللي إحنا شفناهم اللي بيحتاجان طبعا لمزيد من الممارسة، الواحد عايز يتدرب كتير لرفع مستوى الثقة إيه لديهم، لأنهم ناس طبعا إيه عاطفيين جدا. تعالوا نشوف مع بعضنا هنا قوة الثقة بالنفس. طبعا محتاجة القوة نفسية إن أنا أكون إيه عندي إصدام أو عندي هنا قوة بتدفعني للأمام دايما، للقول سواء للفعل، للتطور، للتقدم. كل هذه المواجهة طبعا لإبداء الرأي، المشاركة المجتمعية، كل ده بيعزز ثقة الإنسان بإيه؟ بنفسه. الثقة دي متعلقة ليست مثلا بأمور معينة زي ما احنا قلنا، لكن هناك لا يمنع من هناك أشخاص بيمتلكون ثقة بأنفسهم. ده بالمقابل لو احنا قارناه على أشخاص آخرين بيرتكبون إيه أو بيحصلوا عملية إيه ارتداء، بيرتكبون عند كل مشكلة أو صعوبة أو عند الإقدام مثلا، زي ايه عديم الثقة، عن زي عديم الثقة بأنفسهم على أمر مثلا جديد بالنسبة ليهم. ده يعني إن كلمة نقص هنا أو انعدام الثقة في النفس ليست طبعا هنا انعدام الثقة، طبعا كلمة احنا بنرددها على الأشخاص اللي هم بيفتكرون إلى الثقة بالنفس. طبعا هنا انعدام الثقة طبعا بيبقى ليها آثار عديدة، منها الشعور بين الآخرين دول بيلاحظون ضعفك أو سلبيتك، بينظرون إليك نظرة إنقاص مثلا وشك. الارتباك هنا عند القيام بأي فعل أو بعض مثلا نتيجة للشعور بإن كل ما يصدر مثلا من سلوك أو تصرفات أو تصرف سيء أو ضعيف في العادة هنا لا يمت إلى شخصيتك أنت أو أسلوبك. طبعا ده القيام بأخطاء أخرى نتيجة لذلك الإيه الارتباك اللي هو إيه. لو جينا هنا اتكلمنا عن القوة النفسية،
طبعا هناك من الخيارات الكثيرة أمامنا، اللي هي الأوبشن، بنقول عليها الأوبشن، اللي هي ممكن وجود عندي بديل. عندي إيه بديل؟ الخيار ده منفعش دلوقتي، ممكن إن أنا إيه أختار أوبشن غيره. أمال هنا عندي كذا أوبشن أختار منهم حتى لا أفقد الإيه ثقتي بنفسي. نرجع برضو نقول الثقة بالنفس هنا، متى تهتز الثقة؟ طب ايه هي اثار انخفاض الثقة؟ كيف تكتسب الثقة؟ او ما هي صفات الواثق من نفسه؟ اتكلم هنا، هل انت واثق من نفسك؟ هل انت واثق من نفسك؟ سؤال لحضراتكم هنا وأرجو المشاركات من الجميع، هل أنت واثق من نفسك؟ أستاذة سمية، تمام أستاذة سمية، جميل. أستاذة ورد، جميل جدا، نعم واثقة. شوف بقى أستاذة فتيحة، نعم واثقة بثقة مطلقة يا أستاذة فتيحة. تعالوا نشوف هنا ايه هي الصورة الإيجابية للذات، ايه هي الصورة الإيجابية للذات. تحدث الإنسان مع نفسه إيجابية، إدارة مشاعرك، التحكم في انفعالاتك، كل دي من الصورة الإيجابية للذات. طبعا الشجاعة النفسية اللي هي اللازمة لمواجهة الحياة بكل مواقفها ايه المختلفة. طب السؤال لحضراتكم هنا، ايه هي العلاقة بين تقدير الذات والثقة بالنفس؟ ايه هي العلاقة بين تقدير الذات والثقة بالنفس؟ سؤال لحضراتكم وأرجو المشاركات من الجميع. طبعا هناك من العوامل اللي هي بتزيد ثقتك بنفسك، عندما مثلا نضع أهداف وننفذها، طبعا ده بيعمل ايه صورة إيجابية أو بيزيد ثقتنا بنفسنا، مهما كانت هذه طبعا الأهداف، سواء على المستوى الشخصي أو على ايه صعيد العمل، مهما كانت سواء صغيرة أم كبيرة تلك الأهداف. طبعا هنا إن أنا أقبل على تحمل المسؤولية، دي تجعلك بتشعر بأهميتك. الواحد هنا بيقدم على العمل ده أو الشيء ده ولا يخط، دي لوحديها برضو بتزيد من الثقة بالنفس. أقهر الخوف في كل مرة يظهر فيها، طبعا افعل ما تخشاه، بيختفي الخوف. طبعا كل إنسان هنا نشيط، بيحاول يجري نفسه بأشياء مختلفة، بيستخدم العمل هنا لمعالجة إيه خوفه، ده بيكسبه إيه ثقة أكبر. طبعا إن هو دايما بيحدث نفسه إيجابيا في كل صباح، كل يوم يبدأ يومه هنا بتفاؤل، بابتسامة جميلة، بيسأل نفسه إيه اللي يمكن إن أنا أعمله اليوم ليكون أكثر قيمة. طبعا يفضل يتكلم هنا مع نفسه، طبعا الكلام مع نفسه هنا مش ايه يقصد بيها هنا ايه، يدي زي فيتامين لنفسه كده في بناء الثقة، بيمرن على الكلام، بيشجع نفسه على الكلام اولا، بيحاول هنا المشاركة بالمناقشات، بيهتم بالتثقيف نفسه من خلال طبعا القراءة في كل المجالات، بشرط ان مشاركته في النقاش مع مجموعة او مع اصدقائه في العمل او مع من يقابله، دي بتعزز بتزيد في ثقته بنفسه. كلما تحدثت أكثر طبعا بيسهل عليك هنا التحدث مرة في المرة التالية، ولكن لا تنسى هنا إيه مراعاة هنا إيه أساليب الحوار الهادئ المثمر، مش أي هنا. الواحد دايما يحاول يجري نفسه بقدر الإمكان إن هو يساعد الآخرين، يذكر طبعا إن كل شخص آخر هو إنسان مثلك تمام، يمتلك نفس قدراته ربما أقل، ولكن هو يحسن طبعا إيه عرض نفسه، هو يثق في قدرته أكثر منك.
تهتم في مظهرك، لا تهمله، بيظل طبعا المظهر هو أول ما يقع عليه نظر الآخرين، هو نظر الإيه؟ الآخرين، تمام؟ دي الصورة الإيجابية اللي الإنسان المفروض يديها لنفسه كل ما إيه؟ عشان يعزز ثقته بإيه؟ بنفسه. غير الطريقة اللي تتحدث بيها مع نفسك، طبعا هذا طبعي، أنا هغيره إيه؟ لا أنا أحاول أشوف الطريقة الكويسة أو الأفضل دايما. إن هو يحتمل تكون مثلا أفكار، أنا بتحدث مع نفسي، يحتمل أن تكون هذه الأفكار مثلا سخيفة، إنني مثلا حالة ميؤوس منها، اللي هو إيه يا مثلا يا إما مثلا إيه، إنسان بيحس إن هو غبي أو إنه فاشل دايما. يحاول دايما يدي لنفسه طاقات إيه، طاقات إيجابية. طب متى تحتز الثقة بالنفس؟ إمتى أقول الشخص ده شخصيته إيه مهزوزة؟ النقد مثلا اللاذع الإنسان بيتعرض له، طب هل هو اللقائي مثلا الإنسان بيقابل مثلا مسؤول أو مديره في العمل، طيب هل هي المواقف المحرجة، الخوف اللي احنا تحدثنا عنه، الوحدة دايما أو انعزال الإنسان مش بيشارك في مجموعة، أم هي كثرة المشاكل اللي هي بتجلب الإنسان أو الروتين اليومي؟ او مواجهة الايه المخالفين له في الرأي مثلا، خايف ان حد ينتقده، ام الفشل. طبعا كلها دي باشياء بتعمل على اثار او انخفاض الثقة بالايه بالنفس. نشوف انا الحاجات ديت واحاول ان انا افكر فيها بالايه بالتفكير. ده بالتفكير في ايه؟ ان انا مثلا لا استطيع، طب انا هذا صعب بالنسبة لي، طب انا قد استطيع مثلا التعامل مع الموقف ده، او ان انا ما بعرفش اعمل حاجه، ما عنديش، ما امتلكش التدريب الكافي او المهاره الكافيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ رشا، اهلا بحضرتك واهلا بجميع الساده الحضور. لكن هنا تفكير، لا اكون مثلا تفكير العمل اللي انا بعمله او القول او الفعل مثلا حسن بما يكفي، ربما مثلا غيري افضل، يبقى الانسان يفكر ببساطه هنا لا استطيع مثلا تقرير ماذا افعل، انا مش من النوع اللي انا اقدر اقرر انا هعمل ايه، ما عنديش. دي محتاجه طبعا، محتاجه تفكير. طب ايه تاني من اللي بيخفض لي هنا اثار الثقه بالنفس؟ احنا قلنا التفكير، تمام؟ شعور، شعور. يبقى التفكير الشعور، الشعور بإيه؟ الإنسان ده إيه، خايف، الخوف، أو هو القلق من المصاعب، فالإحباط اللي بيمتلك للإنسان مثلا دايما إن هو مش قادر، أم الغضب من مثلا من نفسه إن هو مش راضي عن نفسه، كلها طبعا أسباب، أو الخوف من المجهول، أم افتقاد التشجيع والشعور بالهبوط المعنوي. طبعا دي كلها اشياء بتؤدي لانخفاض الثقه بالنفس. بقى التفكير، الشعور، ايه تاني؟ السلوك، سلوك الانسان من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل على ايه السلوك السلبي مش الايجابي، السلبيه دايما، التردد طبعا، ده كل دوت تسويف، الانسان بيحاول دايما يؤجل الحاجات طبعا اللي ايه لا تؤجل عمل يوم غد. إنسان خايف من التغيير، بيحاول بقدر الإمكان إن هو يتجنب التغيير. طب إيه هي؟ طب صعوبة الاقتراح، ما عنديش بدائل، لأنه قايلين المفروض يبقى كل واحد عنده أوبشن، عنده بدائل، عنده إيه؟ كذا أوبشن قدامه يختار منه، إن الطريق الأوبشن ده ما ينفعش، يبقى الأوبشن إيه؟ اللي غيره. طب أنا محتاجة هنا طلب مساعدة ومخرجة مثلا، ده بيعمل لي انخفاض الثقة بالنفس. على هنا اتخاذ مقعد الخلفي، خايف ان انا ابقى ورا اشخاص، او طلب هنا محتاجه للامان او الاطمئنان، كلها طبعا اشياء. يبقى احنا قلنا التفكير، شعور، الايه، سلوك، دلائل الجسديه طبعا. هنا استاذه هندي بتقول السلوك، تمام استاذه هند. طب ايه هي الدلائل الجسديه اللي بتدل على الانسان ده مش واصل؟ طبعا احنا قايلين البادي لانجويج دوت في دور مهم جدا في ايه معرفه الانسان ده واثق من نفسه ام ايه ام لا.
طبعا المين الحماية طبعا دوت، دي كلها بتدل ان الشخصية دي مش واثقة من نفسها، عدم النظر في عيونهم، الهمهمة مثلا او الزمجرة دي كلها برضو، عندي مثلا التوتر او العصبية دي برضو من ضمن الحاجات، الكسل والخمول طبعا، كل الحاجات دي بيبقى اثار انخفاض بايه الثقة بالنفس. هناك عبارات بتفقدك الثقة بالنفس، تعالوا بينا نتعرف عليها. طبعا العبارات دي بنحاول ان احنا نحترف منها، زي الانسان ان هو لابد ان يكون كامل، طبعا مفيش انسان كامل، كلنا طبعا حكمة ربنا ان احنا كلنا ايه نكمل بعضنا البعض، حتى نحتاج لايه لبعضنا الاخرون مثلا دائما على ثواب، دي كلها ان كل الاخرين افعالهم صح واقوالهم، وانا مثلا رايي ممكن ان انا هنا ما يبقى صح، او اعتقد ان هو ما يكونش على ثواب، دي من ضمن الحاجات اللي بتفقد الانسان، لابد ان هو يحترس من هذه العبارات، او مستوايا مثلا اللائق بما يكفي طبعا المظهر، لا يمكن مثلا دايما الرجال يقول لا يمكن للرجال ان يبقوا ابدا، دي من الحاجات اللي هي بتفقد الانسان الثقه بنفسه، او ان لم اكن مثلا مثاليا بقدر كافي فلا نفع عليه، يبقى الانسان طبعا كلها ايه تسويف. عبارات اخرى ايضا نحترس منها، اذا اخطات مثلا في شيء لن اسامح نفسي ابدا، مثلا الناس سالموني او سالموني الاخرون فيما اخطا، كل ده تفكير او تسويف للانسان بيجي قدامه تفقد الثقه بنفسه، انا لا استطيع مثلا مساعدة نفسي، مش هقدر أساعد نفسي، إذا أخطأت سينبذني الناس مثلا، لا يمكن أن أنجز أي عمل إلا محتاج مساعدة الإيه الآخرين. طب هنا السؤال لحضراتكم، الآن جاء السؤال وأرجو المشاركات من أساتذتنا ودكاترتنا الأفاضل حتى نستفيد من خبرات بعضنا البعض، هل الثقة بالنفس فطرية أم مكتسبة؟ الآن السؤال لحضراتكم، هل الثقة بالنفس فطرية أم مكتسبة؟ هل الثقة بالنفس فطرية أم مكتسبة؟ أستاذة رشا بتقول جزء منها فطري وجزء آخر مكتسب، تمام أستاذة رشا. دكتور أحمد بيقول مكتسبة، أستاذة فاطمة تفضلت مشكورة وقالت مكتسبة، أستاذة فتيحة قالت مكتسبة، تمام أستاذة حنان، دكتورة حنان قالت مكتسبة، تمام دكتورة حنان. أستاذة ريهام بتقول مكتسبة حيث نولد جميعا ولدينا ثقة 6%، تمام أستاذة ريهام جميل. أستاذة فتيحة بتقول بعض الصفات بيكتسبها المرء عن طريق الوراثة، جميل جدا، تحية مني لحضراتكم على مشاركاتكم الجميلة والرائعة، أشكركم جميعا. الآن ممكن نجيب على هذا السؤال، هل الثقة بالنفس فطرية أم مكتسبة؟ طبعا سلوك فطري 6% من الثقة، بعد الممارسة 20%، بعد التدريب بيصبح عندي ثقة 100%، 100%، تمام. هناك طبعا من التوكيدات الصحيحة أو الخاطئة، التوكيدات الخاطئة اللي الإنسان بيأكدها لنفسه، أشكرك أستاذة رشا، أشكر الجميع. مثلا ان انا باكد لنفسي سوف اكون مثلا سعيدة،
لا سوف، دي طبعا من التسويف، ان واحد مفروض ان هي ما يقدمش عليها لانها بتعمل الانسان ايه، بتبقى لها اثار على انخفاض ثقته بنفسه. لا اضيع مثلا الوقت دوت عشان مش عايز يجرب، لن اتاخر مثلا، لا اريد ان امرض، اتمنى ان اتمكن من السباحه بشكل مثلا افضل. لو الانسان هو مثلا سباح ولا حاجه، ينبغي مثلا اشتري سياره جديده، ده من كلها تسويفات. لا ادين نفسي، الانسان مش عايز يعترف بايه، بخطأه. طبعا الحاجات دي لو كانت خطأ للانسان، لا يوجد من هو افضل منك، ولكن هناك بعض الاشخاص اكثر تطورا ومعرفه في بعض المجالات. العقل هنا زي العضله بالظبط، العقل مثل العضله، كلما استخدمته هنا أكثر بالممارسة بالتدريب زي ما احنا قلنا، كلما ازدادت هنا ايه قوته، طبعا ثقة بالنفس هي أساس كل نجاح وإنجاز عظيم. أشكرك أستاذة سمية وأشكر الجميع. طبعا النقطة دي احنا مش عايزين نصل إليها، اللي هي الحزن. الإنسان يبقى حزين جدا ومش عارف هيعمل ايه، طبعا دي كلها اشياء مش عايزين نصل للمرحلة دي. طب الشكل اللي، ما هذا الشكل، شكل حضراتكم ما هذا الشكل؟ استاذة عشان بتقول مفصصة او متلاه فيها بيضة، تمام استاذة رشا. من له رأي آخر؟ المفروض الإنسان هنا يعمل إيه؟ يطبق كل القدرات الكامنة والطاقات اللي هي إيه؟ المعطلة، عندما بتكشف هنا قدرتك تمكن من استخدامها مع التدريب، بتعرف مكانك الصحيح. عملية روح هنا، تنمية بنمي روح الشجاعة النفسية والاجتماعية، الشجاعة هنا في اتخاذ القرار، في إبداء الرأي، مواجهة الإحباط، في التردد. عكس ذلك طبعا بيكون هزيمة نفسية مش عايزين نصل ليها. باستمرار الإنسان مفروض إن هو ينمي روح المبادرة، يبادر دايما بإيجابية، التخلص من كل السلبيات والخمول واللامبالاة. إنسان هنا يكون مقدم على حب الإنجاز والإنتاج. طبعا الثقة بالنفس هنا بتنمي مهارات عديدة في اتخاذ القرار، في صناعته، في مواجهة كل التحديات اللي هي بتعترض طريق الإنجاز والإنتاج. يكون الإنسان على قدر هنا علاقة طيبة بالانفتاح على الآخرين، عدم الحسد أو الحقد. من له مميزات أو من لديه عن موجود مثلا غيري، عند غيري مميزات تختلف عمن حولي، عدم التكبر والغرور. لدي مثلا مميزات وعند غيري عيوب مثلا، أو نقاط ضعف، نقاط حنان. كل الحاجات دي طبعا الإنسان مش مفروض إن هي يوصل للمرحلة دي. تمام أستاذة رشا، تحية مني لحضرتك. أشكركم جميعا وأشكر مشاركاتكم الرائعة. سؤال لحضراتكم، إيه الفرق هنا بين الغرور والثقة بالنفس؟ إيه الفرق بين الغرور والثقة بالنفس؟ أرجو المشاركات من أساتذتنا ودكاترتنا الأفاضل. أستاذ الرواد، ما الفرق بين الثقة بالنفس والغرور؟ أستاذة رشا، أستاذة هايدي، أستاذة هند، أستاذة أمال، دكتورة حنان، دكتورة سمية، دكتور أحمد،
أستاذة فاطمة، مستر ذوالفقار، أستاذة ريهام، مشاركات للجميع. ما الفرق بين قوة الثقة بالنفس والغرور؟ أستاذة رشا بتقول الغرور مدمر أم الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس أستاذة فتيحة يمنحنا روحا متفائلة، والغرور بيمنحنا روحا متعالية. الثقة بتجعلنا محبوبين، الغرور بيجعلنا منبوذين. جميل جدا أستاذة فتيحة. أستاذة رشا بتقول تعطي إيجابية وتفاؤل. تمام أستاذة رشا، جميل جدا. احنا بصينا هنا الثقة بالنفس طبعا والغرور هما صفتان لا يتفقان أبدا. طبعا هنا الثقة يا حب هنا اللي ايه، طبعا حب الإنسان طبعا واعتزازه بالنفس دي مطلوبة، الثقة طبعا بالنفس طبعا مطلوبة. الاثنين دول عاملين سواء النفس أو الشخصية بتأتي من النجاح بتحديد المواقف اللي هو بيواجهها الإنسان بحياته. كثير منا طبعا لا يفرقون بين الثقة بالنفس والإيمان بقدرتها وبين الغرور وبين الكبر. فرق طبعا شاسع بينهم زي الفرق بين الشمس والنار. الثقة دايما بالنفس بتقربنا من الله سبحانه وتعالى، لكن الغرور هنا بيبعدنا عن رحمته. الثقة هنا بتمنحنا روحا متفائلة، أما الغرور بيمنحنا روحا متعالية زي ما أستاذة فتيحة تفضلت مشكورة. الثقة بتجعلنا محبوبين، لكن الغرور بيجعلنا منبوذين. الثقة بتجعلنا قريبين من الناس ومن ذاتنا، لكن الغرور هنا بيبعدنا عن الناس وعن ذاتنا. الثقة دايما داعمة قوية لكرامتنا ولكياننا، والغرور هنا هادم خطير لديونتنا. الثقة هنا بتشعرنا بأننا ملوك. أما الذين بيتصفون بالغرور إن الكون مثلا ده كله له مثلا، أو الثقة هنا بتجعل من حواليك يثقون بك، لكن الغرور هنا بيدفعهم للنفور منك. كلاهما بيضيء إلى أن النار بتحرق الأشياء. النار بتحرق الإيه؟ الأشياء. لكن الشمس هنا بتمنحها الثقة بالنفس، عاملة زي الشمس بتمنحها الوجود. الواثق هنا زي ما بيقولوا الواثق الخطوة بيمشي إيه؟ ملكا. لكن الغرور هنا طبعا صفة ذميمة، لأن صاحبها هنا بيرى نفسه هو الصح والأفضل. بيكون هنا المغرور شخصية فارغة من العلم من حسن الخلق، يمشي رافعا رأسه هو الأعلى والناس أسفله. هو يرى الناس إنهم أقل منه قدرا أو أقل منه شأنا، فنجده لا يعطي اهتمام لمن حوله. بيعتبر هنا الغرور مرض، يسيب الأشخاص اللي هم ضعفين الشخصية. والأسوأ من الغرور هو إنك لا ترى نفسك مغرورا، ده الأسوأ من الغرور. يرى من حواليك إنك مغرور. طبعا المغرور دايما بينكر وجود الآخرين، بيحاول ينفي دايما الآخرين أي قيمة يمكن بيدمر الآخرين في سبيل بلوغ أهدافه. بيعتبر هنا الآخرين عبيد أو خدما له. بيعتبر هنا مديح للآخرين مفروض إن هو واجب عليهم إن هم يمدحوه. إيه لا يسمع إلا صوته، أو لا يصغي إلا لصوته، لا يصدر سوى الأوامر، بيرتكب الأخطاء. هنا بيعمل عملية إيه؟ بيموه قناعته دايما، بيتخذ لها الوجه اللي هو بيرضي الإيه؟ الآخرين. يفرض دايما على الآخرين قيمة، مثلا يرى إن من واجبهم إن هم يقتنعوا برأيه. يبالغ طبعا في تقدير مؤهلاته الحقيقية أو الخيالية. لابد طبعا من إعادة تأهيل الشخص ده المغرور، اللي ليست طبعا صعبة لكنها بتحتاج لصبر، بتحتاج لتأني، بتحتاج لعدم تخطي الخطوط اللي هي الحمراء. لأن الإنسان ده وصل لإيه؟ الخطوط ايه بقت خطر عنده، هنا خطوط حمراء مبالغة هنا، وفرض العقوبات اذا صح التعبير عليها او الانتقام. ممكن يكون المغرور ده فينا نحن.
من الممكن ايضا ان احنا نعمل على انفسنا. طبعا هناك من الامور اللي هي ستكون مثلا طريق لنا للتنحي عن هذه الكبرياء اللي هي مبطنة، اللي هي تسمى الغرور، اعتياد الاستغناء دايما، ندرك أهمية وجود الآخرين، العمل الجماعي، احترام الآخرين، تأمين إعادة تأهيل متوازن متفهم للمغرور ده. طبعا لا تكون قاسية جدا ولا ضاغطة أو متساهلة. طبعا هنا المشاركة والعطاء والابتعاد عن الغرور الأنانية. طبعا الثقة بالنفس والغرور هما صفتان دائما مختلفتان، زي الحب والكراهية، زي الحياة والموت. الشخص الوحيد القادر هنا على أن يفرق بينهم هو الشخص الإيه؟ هو الشخص الذكي اللي هو يقدر يفرق بين الاتنين. تمام؟ تعالوا بينا نشوف صفات أو سمات العامة لمن لديهم تقدير مرتفع لذاتهم أو لأنفسهم، إن هم جديرون بالحياة، مسؤولون عن حياتهم، يتعاملون مع الإحباط بشكل جيد، يجبلون أنفسهم دون قيد أو شرط على استعادة اتخاذ شخصيتهم. بتكون عندهم مغامرات بس محسوبة، يسعون دايما وراء دايما التحسن المستمر، دايما يتسمون بالحسم أو قراراتهم بتكون حاسمة، دايما بيكون موجهين لأنفسهم ذاتيا. الأشخاص دي يتمتعون بعلاقات شخصية واجتماعية، وأشخاص بيبقوا محبوبون اللي هما الشخصيات دي. سمات طبعا هنا اللي من لديهم تقدير منخفض، طبعا لا يحبون المغامرة. الأشخاص دي لا يحبون المغامرة، بيخافون من المنافسة، ساخرون، بيفتقرون إلى قبول الذات، لا يبتسمون دايما، بعكس طبعا اللي هما الشخصيات اللي هي الواثقة بنفسها. يشعرون بأنهم غير جديرين بالحب، يفتقرون على روح المبادرة دايما، يلومون دايما الآخرين، على بيجعلوا الآخرين شماعة كما يقال، شماعة يعلقون عليها أخطائهم أو جوانب قصورهم الشخصية. بيكونوا دايما متشائمين، بيكون بيتصفوا بتدني طموحاتهم، مترددون دايما، خجلون. دول الصفات طبعا. طب احنا كيف قياس او نقيس مدى تقديرك لذاتك؟ نقيسها ازاي؟ استاذه هند بتقول هل كل شخص خجول لديه تقدير منخفض للذات؟ لا، الخجول او الخجل اللي هو مقصود بيه استاذه هند مش الانسان اللي هو عنده حياء. في فرق بين الحياء، مثلا ممكن في مواقف معينة يبقى عنده حياء فيها، مش زي الأيام الصعبة اللي احنا فيها ديت، ده اسمه حياء. الخجل مثلا الإنسان ممكن هنا يقف مثلا ممكن يقول كلمتين مثلا في مع مجموعة مثلا، أو مشاركة مجتمعية، أو ممكن هنا لو في مؤتمر مثلا، أو في محاضرة، أو زي مثلا المتدرب يكون كويس جدا ومحضر وعنده ثقافة عالية، لكن هنا عنده هنا خجل إن هو يقف قدام الجمهور. الحالة دي هو ده الخجل اللي إحنا بنقصده بقى، محتاج إن هو يثق بنفسه، إن هو يمرن نفسه باستمرار. إحنا زي ما إحنا قلنا، ممارسة والتدريب باستمرار. طبعا بيكتسبهم، بيفضل يتكلم كتير أمام الناس. الحاجات دي كلها بتعزز ثقته بإيه؟ بنفسه. الإنسان المنعزل طبعا ده بيبقى خجول، دايما الإنسان اللي هو بعيد عن الناس، مفيش علاقات اجتماعية، يعني إنسان إنسان خجول، إن هو ما عندوش القدرة إن هو يواجه الإيه؟ خايف لا يخطأ، خايف لا مثلا يكون رأيه خطأ ورأي الآخرين، ممكن على العكس، ممكن رأيه ده يفيد المجموعة الموجود فيها، أو الإيه؟ لو هو مثلا في وسط مجموعة. عشان كده المشاركة المجتمعية
مطلوبة لتعزيز الثقة بالإيه؟ بالنفس. تمام كده أستاذ زاهر؟ تمام للجميع؟ تمام؟ تعالوا بينا نشوف هنا كيف نقيس قدرتك. طبعا النشاط ده هيعرف كل واحد إيه؟ كلنا معانا ورقة وقلم. كل الشكر لكم أحبائي الكرام، أشكركم جميعا. كل واحد فينا دلوقتي معاه ورقة وقلم يحضرهم ويبتدي هنا يعلم صح أو غلط العبارة دي تنطبق عليا أنا شخصيا أم لا. كل واحد طبعا الشخصية ديت المكتوب موجودة في الواحد يكتب صح، اللي مش موجودة عندك تكتب إيه غلط، وتجمع في الآخر ونشوف درجتها هتبقى إيه، وشخصيتك هنا هل وصف بنفسك بصفة إيه انه انواع مثل الشخصيات اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي الشخصيه الواثقه اللي الثقه عندها ثقه مطلقه او متارجحه او ايه في امور معينه. تعالوا بينا نعمل الاختبار ده مع بعضنا، كلنا جاهزين معانا الورق والقلم، كله هنا جاهز سادة الحضور، كله جاهز لهذا الاستبيان، جاهزين نبدا ان شاء الله. نبدا. تمام أستاذة فتيحة، أول حاجة هنا لدي أهداف أو عندي أهداف محددة في الحياة، صح أم خطأ؟ تبقى كده واحد وجنبيها صح أم خطأ عشان نجمعهم، كل واحد يعرف إيه شخصيته شكلها إيه. غالبا لا أنزعج مثلا بخصوص ما يحمله المستقبل، صح أم خطأ؟ موجودة في الحاجة الصفة دي عندي تنطبق عليا أم مش لا تنطبق. الاستبيان التالت يمكنني مثلا أن أتخيل نفسي أن أؤدي مثلا أداء جيدا في وظيفتي أو مهنتي أو دراستي لو واحد طالب مثلا. تمام صح برضو أم غلط الصفة دي موجودة فيا أم لا. الاستبيان التالت بالفعل أتوجه فأسئلة عندما أشعر بالحيرة، برضو صح أم غلط؟ من النوع اللي بسأل كتير، في أشخاص عندهم إن هما حاجة سؤال محيره بيسأل على طول، أنا مش الشخصية دي أم لأ؟ السؤال الخامس لا أفرط أو لا أفرط في الشكوى من الآخرين، لا أفرط في الشكوى من الآخرين. صح برضو أم خطأ جنبها؟ أنعم رقم ستة، أنعم براحة البال، ربنا طبعا ينعم علينا كلنا براحة البال. يمكنني رقم سبعة أن أعترف بأخطائي، هل أنا من الأشخاص اللي يمكنني أن أعترف بأخطائي صح أم خطأ؟ أتعايش رقم ثمانية، أتعايش مع الآخرين بشكل جيد صح أم خطأ؟ أشعر بارتياح مثلا بخصوص تلقي مثلا مجاملات وإعطائها، أشعر أم لا أشعر صح أم خطأ؟ لا أتباهى رقم عشرة، لا أتباهى بنفس صح أم خطأ؟ تمام؟ يمكنني رقم 11 أن أكون بمفردي ولا أشعر بالعزلة. رقم 12 يمكن أن أتخذ قرارا وأتمسك به. رقم 13 أتلهف للتعبير عن آرائي. رقم 14 أرحب بالنقد البناء. 15 أشعر بمشاعر طيبة إذا إنجازات الآخرين. 16 أكون صداقات بسهولة. 17 أعمل ما أراه صحيحا حتى وإن لم يستحسنه الآخرون. 18 إنني على استعداد لاتخاذ مغامرات محسوبة. 19 يمكنني التعبير عن مشاعري الحقيقية. 20 أحب ذاتي بوجه عام. هنا في ملحوظة، إذا وضعت صح على 16 مثلا من العشرين، هي الدرجة كلها الاستبيان ده من 20، لو أنا وضعت 16 عبارة على صح مثلا أو أكثر
أهنئكم جميعا بأنكم تتمتعون بتقدير أو ذاتي لأنفسكم أو بثقة مرتفعة لأنفسكم. أقل من كده هيبقى طبعا الثقة طبعا إيه منخفضة. مين جايب فوق 16؟ أستاذة فتيحة. جميل أستاذة فتيحة، أهنئك أستاذة فتيحة. أستاذة رشا جميل جدا. تعالوا نشوف مع بعض تقدير الذات، إمتى بقدر ذاتي. تقدير الذات طبعا بيجي من الأسرة أول حاجة، لأ بيجي من هنا، علاقة الإنسان، علاقة الإنسان بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. أستاذة رشا بتقول لأ أنا جبت 14، كويس برضو مش وحش يا أستاذة رشا، محتاجة تدريب برضو وممارسة، محتاجة تدريب وممارسة. كونك انت تعترفي بان انت جايبة النتيجة دي بداية جميلة جدا، انت قادرة على تغيير ذاتك. انا الاقي ناس اشوف انا مثلا ايه كويسة، انا خجولة شوية احاول انا اتبرع. فزي انت بتقول انا جبت 13، احاول ان انا اتدرب دايما. ممكن ان انا مثلا عندي قبول، ممكن يكون من ضمن الحجر ده دايما هو اللي برضه من احد اسباب عدم ايه الثقه. طبعا بتبقى النفس بتبقاش ايه مرتفعه. انمي الموضوع دوت ان انا مثلا ايه اتعامل مع ناس كتير، يبقى عندي علاقات اجتماعيه، اتجرأ كده، دي هتديني برضه هتزود ثقتي من نفسي. اشوف مثلا انا هل انا مثلا الثقافه عندي اخبارها ايه، احاول انميها، اقرا كتير. لو انا قريت كل يوم مثلا حوالي مثلا نص صفحة في أي كتاب، مثلا في شهر أنا مثقفة عندي معلومات كتير أوي. أحاول مثلا هنا، هل مثلا هنا الثقافة التعليم، أحاول مثلا أتعلم حاجة أنا بحبها، أتدرب، أخد دورات معايا. الحاجات دي كلها إن أنا دايما أقول في الأول والأساس وأحط تحتيها ملايين الخطوط، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بعز وجل دي خلي الإنسان دايما أنا علاقتي بربنا أخبارها إيه؟ هل أنا مقصرة أم لأ؟ دي بتزود برضه ثقتي بنفسي. تمام؟ ربنا يسعدكم جميعا، تمنياتي لكم بالسعادة الدائمة وتقدير الذات. طيب من ضمن برضو اللي هي دي اول حاجة العامل، الافكار طبعا الذاتية دي عاملين مهمين جدا للعلاقة الانسان. اشكرك استاذة فتيحة واشكركم جميعا، دي عاملين مهمين جدا علاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى. اشكرك استاذة رشا واشكر الجميع. الافكار الذاتية اللي هي الانسان عن نفسه واخدها، هل هي افكار سلبية؟ طبعا هنا الإصرار دايما والمثابرة ومرونة الأسلوب نفسه القدرة دي لها تأثير جدا على تقدير الإنسان إيه لنفسه، وهي أيضا سر إيه أو مفتاح نجاحه. تمام. تاني حاجة الأسرة، هل هنا الأسرة هنا مثلا بتدعم من الموضوع عادية الآراء السلبية من البيئة اللي هي المحيطة بيا، منها الأسرة، من الأهل، الأصدقاء، دول برضه من إيه؟ تقدير الذات ليا إيه؟ تقييمات وآراء الآخرين، المظهر، أنا مهتمية بمظهري، المظهر ده عامل مهم طبعًا بس مش أساسي، المظهر ده برضه بيزود الثقة بالنفس ووصف الإنسان كويس من جواه، طبعًا ده بيخلي اللي حواليه يزود أنا نفسي شايفة نفسي كويس إيه؟ كده كويس، لابسه كويس، مظهرك كده كويس. عملية احتكار النفس هنا وتبني آراء أو معتقدات سلبية دي طبعا بتخلي الإنسان التفكير السلبي أو توقع الأسوأ دايما أو الانتظار الفشل أو التشاؤم. طبعا انغلاق طبعا الانطواء ده وعملية إيه اللي زي ما بيقولوا التقوقع، عدم الانفتاح على الآخرين، دي من أحد أسباب برضو تقدير الذات.
طلعت هنا الشخصية النفسية السلبية والعجز اللامبالاة الهزيمة النفسية. طبعا الواحد هنا المفروض يبقى هنا، أو ضعف القدرة على اتخاذ القرار. الإنسان دايما متردد، عدم القدرة مثلا على التطور والتقدم. هنا الإنسان بيبقى إيه، تبعية للآخرين، ميبقاش تبعية إيه مع زي ما بيقولوا. قدرة هنا دايما على ضبط النفس، هنا ضعف القدرة دي على تحقيق الأهداف وصعوبة الحصول على المراد. وبيبدأ الإنسان ينعزل عن الناس، لكن من هنا الإنسان بيشعر بالتميز دايما، يشعر هنا الإنسان بالتميز. طبعا الحاجات دي كلها بتعمل له تعزيز هنا للإيه، الثقة بالنفس، براعة طبعا في أداء المهام والإنجاز. إن الإنسان هنا دايما متميز، ده برضه بيعزز ثقة الإنسان إيه بنفسه. تمام، الإنسان يبقى عنده إنجاز أكاديمي سواء في عمله، ده بيديله تقدير وقبول للذات. طب أنا عايزة أبني ثقتي إزاي بنفسي، أبنيها إزاي؟ هناك طبعا دي تشكيل عاملة زي إن أنا ببني إيه، طبعا من أصعب الحاجات أو من أصعب هنا البناء، بناء النفس، بناء الإيه الذات. مثلا بناء اللي هنا لابد محتاجة أدوات، محتاجة زي أكيد زي ما أكون رايحة أبني بيت بالظبط، عايزة قواعد، عايزة أساسيات. طب أبدأ البناء منين؟ طب أنا عايزة خطة، وأبعد عن الإيه العوامل الهدم. ودايما هنا أبدأ هنا أفجر كل القدرات الكامنة أو الطاقات اللي أنا إيه الطاقات المعطلة دي، حتى هنا إيه أكتشف هنا قدرتك. عندما تكتشف قدرتك هنا تتمكن من استخدامها، بتعرف مكانك الصحيح، ساعتها بتبقى بارع أو عندك القدرة على البراعة في أداء الكثير من المهام والإنجازات. الشجاعة أيضا في الإقدام على اتخاذ القرارات ومواجهة كل الإحباطات، دي بتخلي الإنسان طبعا عنده إنجاز إيه؟ عنده إنجاز أكاديمي، روح المبادرة دايما، الإنجاز والإنتاج، الثقة بالنفس هنا أو تقدير الذات هنا، بيعمل على تنمية مهارات عديدة نحو الإنجاز الأكاديمي. صناعة مواجهة كل التحديات اللي بتعترض طريق الإيه الإنجاز، إيه اللي ناقصني، إيه اللي أنا محتاجه في تقدير الإيه لذاتي. هل هنا محتاج إن أنا أنمي مشاركة مثلا روح التعاون أو فريق العمل أو تيم وورك في المجتمع؟ فرد اللي هنا بيكون واثق من نفسه، ما يفرقش معاه عمل في مفرده وعمل في مجموعة، لا ده أنا واثق من نفسي هنا مش هتفرق معايا. فرد الواثق من نفسه لديه القدرة على العمل في إيه أو التعاون على المشاركة في مجموعة على العطاء، يعلم غيره وإيه بيعلمه ويساعده وإيه ولا يدخل عليه بما إيه بما تعلم. تمام، المفروض إن أنا أشوف نفسي دايما هنا أقول أنا. الحاجات دي طبعا الأسلوب هنا والقدرة على التأثير هنا، تفكير طبعا هنا، لأن إيه كل من حواليك بيراقبك، بيركز دايما على ضعفك، الآراء السلبية من البيئة المحيطة من الأصدقاء، احتكار النفس وتبني آراء ومعتقدات سلبية، توقع الأسوأ أو الفشل. طبعا كل ده من المعوقات طبعا، السلبية والعجز والمبالاة. لابد الإنسان هنا يعترف دايما بالخطأ، يبقى عنده قدرة على تحقيق الأهداف، القدرة على ضبط نفسه، بيقوي هنا تقوية إرادته، بيحدث نفسه إيجابي دايما، يقول أنا أستطيع. التفكير الإيجابي هنا بحاول إن أنا أعمل إيه كلين أو تنظيف الماضي دايما، التنمية الشخصية، التفاعل والتواصل مع الآخرين، بيحدد هدفي طبعا.
كل دي تفاؤل الإقبال على الحياة، دي من ضمن الحاجات اللي هي بتنمي الثقة بالنفس. دايما أقول وعلم نفسك إن أنت تفوز. أركز هنا على إيه الأدوات اللي هي هتساعدني إن أنا أفوز، هجرب، هتعلم، تجربة، الخطأ، لا أخشى الفشل دايما. الوجه الآخر عملة لإيه؟ عملة الخبرة. طبعا كل ده بيجي مع الخبرة، تعلم هنا مهارات التواصل مع الآخرين، أساليب التعامل الأمثل، ده بيتعبر عن نفسك بثقة بدون مبالغة. طبعا تميز مشاعرك بدقة بيجعلك هنا مدركا لنفسك، أيضا بيساعدك على إدراك الآخرين لك وفهمك بسهولة. بتدرب نفسك طبعا على التفكير الإيجابي دايما، ملاحظة الحسنات ايه، ايه هي الإيجابيات ايه، بتعالج المشكلة في الحل، بنفكر دايما في الحل العملي دايما، أو اللي عندي ايه الأوبشن زي ما احنا قلنا اللي هو وجود بدائل. بحول كل السلبيات اللي موجودة عندي إلى إيجابيات، بنظر دايما للجانب المشرق أو نصف الكوب اللي ايه الممتلئ، إن أنا لو أعطي الأشياء أكبر من حجمها. بحاول أدون إنجازاتي في أي نوتس عندي، نجاحاتي أو بسميها بكتب على مذكرات النجاح، ليكن مثلا لك نظرة متفائلة دايما بالخير، واستبشر وتحدد الأهداف اللي هي القريبة والبعيدة. بتحدد هنا العوائق أو وضع الحلول والبدائل، لا تقف دائما أمام العوائق، أو صابر واصبر على تحدي كل الإيه كل العواطف، تستطيع ان انت تنجز اي شيء تريد اذا كنت تحتاجه فعلا بشدة، انت وحدك الايه القادر على ذلك. ونشوف ناخد الرسول صلى الله عليه وسلم قدرة حسنة لنا جميع في زرع الثقة في الصحابة. نشوف الصديق ابو بكر، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، نشوف عمر بن الخطاب طبعا هنا اما قال اشد امتي حياء هنا، ونشوف هنا الصديق والامين الايه امين الامه ابو بكر الصديق. نمي قدرتك، سامح الناس، سامح نفسك دايما، لا داعي للشك وسوء الظن. انتقام والكيد او الكيد والخداع ده او غض الطرف عمن اساء اليك وتجاوزه، اهتم دايما بنفسك، بمظهرك، بملابسك، بزينتك. تعلم احدث الأساليب العلمية، لأن قدرتك على اتخاذ القرار، بتخشى دايما الخسارة فإنها تعلمك، بتزيد الخبرة، ما تخافش دايما من الخسارة. افتح عقلك هنا للأشياء والأفكار الجديدة، لا ترفض كل ما يعرض عليك طالما لا يتعارض مع تعليم دينك، مع عقيدتك. أداء الواجبات هنا الدينية والدنيوية المنزلية والعائلية، بيشعر الإنسان هنا بالأمان، بيزيد من ثقته بنفسه. عالمك الخاص هنا، حاول الإنسان إن هو يقعد وقت طيب في وقت هادي مع نفسه شوية، يفكر في أموره الخاصة شوية، إيه هو اللي عايز يريده دلوقتي، أشوف أنا واقف فين، أحط خطة لنفسي، هصبح مثلا عليه بعد سنوات، أعيش حياتي الخاصة إزاي. أتعلم فن الاسترخاء، إزالة التوتر، أتعرف على ذاتك وشخصيتك، نقاط ضعفك إيه، نقاط قواك، ونستفيد من زرع الثقة، ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة. كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام بالثقة مع المخالفين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تعامله مع أبي الوليد اللي هو أبو خالد بن الوليد، تعامله مع أبي لهب، نشوف الحاجات دي كلها ونتعامل معه. هناك طبعا من القواعد دي بتساعد الإنسان على تنمية الثقة بنفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. التفكير السليم، طبعا أنا أحاول دايما أتعلم التفكير السليم ومهارات التفكير ده، الدعاء دايما والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونأخذ قوله تعالى: وأتاكم من كل ما سألتموه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك في المواقف التي تحتاج للثقة
ثبتنا جميعا والثبات فيها هنا ان يبصرك بالثواب دايما عندما تحتاج. هو ده الايه، ان يمدك بالقدرات اللي هي بتفتقر اليها. اساله دايما انه ايه، انه سميع عليم. هناك من العادات اللي بتزعزع الثقة بالنفس، احذرها طبعا، زي الخوف من الفشل، سوء التعامل مع الناس، أخذه على محمل مثلا شخصي، تهويل الأمور، إن أنا أضع الأمور في نصابها زي ما بيقولوا، دي سهل التعامل معه ومعالجتها. دايما أبعد عن النظرة السوداوية للأمور، أركز على الإيجابيات دايما والحلول. القلق الزائد هنا طبعا أتوكل على الله، أحسبها وأتوكل على الله. عدم التنظيم للأفكار والأشياء والأهداف، هنا السعي دايما لاستشارة الآخرين قبل مثلا هنا يبقى عندي رأي أو فكرة أو رأي خاص ليا. للبكاء باستمرار وانهيار هنا للتعرض مثلا للضغط، لا تبكي أمام أحد نصيحة، لا تبكي أمام أحد. التسرع هنا والاندفاع، تصرف دون تفكير، النظر هنا في العواقب أو الاستخفاف بكل ما هو صعب المنال مثلا، المثالية وحب الكمال، التوقعات العالية، كل دي لابد إن نضع استراتيجية هنا لتحديد هنا خطة لتنمية الثقة بالنفس. أول حاجة أحدد هنا إيه هي أسباب ضعف الثقة بالنفس، إيه اللي موجودة عندي، إيه هو السبب. أحدد هنا مظاهر ضعف الثقة في نفسك إيه، كيف مثلا يظهر علي ذلك، متى أفتقد الثقة. أحدد العادات اللي هي بتزعزع ثقتك بنفسك دي إيه، أكبرها إيه. أكتشف نقاط قوتك، مميزاتك، كل واحد فينا عنده قدرات ومميزات، مواقف تصرفت فيها بثقة وقوة انطلاقة مثلا. ابدأ تدريجيا بالابتعاد عن الأسباب، معالجة المظاهر، التخلص من كل العادات المزعجة للثقة عن طريق مثلا محاولة التغلب على النفس مثلا، أو التصرف بطريقة مثلا مختلفة حتى مثلا أوصل النتيجة المرغوبة. إن أنا أعمل جاهدا هنا على تثبيت قواعد الثقة بالنفس، قاعدة دي قاعدة نخليها قاعدة هنا. أتخذ يومي هنا أجعله خطوة أو خطوتين فقط من خطوات تنمية الثقة بالنفس. أكون دايما هادئ مع نفسي، رفيقا بها، وكافئة على كل تقدم، أكافئ نفسي طبعا. هناك روشتة أعمل روشتة علاجية لتقوية أو الثقة بالنفس. تقييم اليوم هنا في نهاية كل يوم هنا، إيه أفضل حدث عندي هنا، ليه، إيه أسبابه، إيه هي أسوأ حصل لي في اليوم ده، إيه. طب أنا كيف دايما أعمل إيه حساب لنفسي كده، كيف أتجنب الحساب دوت، إيه اللي اتعلمت من يوم النهاردة، إيه الأفضل ليا، إيه الأسوأ. هل اتخرجت اليوم من أي هدف؟ هل أنا كنت النهاردة في حاجة جديدة عليا، أو كنت إيه زائد على اليوم ده؟ ايه اللي انا كنت حابب ان انا اتمناه ان افعله بكره ان شاء الله يضيف لي شيء جديد، وابدا هنا في اخطو نحو الهدف دوت اللي انا محققتوش النهارده ومؤجلاه لغد، واجعله من اهدافي. هكتب ذلك حتى لو انا مش هفعله، فقط سجله عندك في النوت، ده ربما جاء اليوم لتفعله حتى لو بعد سنوات. دايما الانسان لابد يكون عنده امل الله سبحانه وتعالى. تخطيط اليوم دوت في بداية كل يوم اللي هو بنسميه تو داي ليست، ده بيساعدنا هنا في كل صباح ان انا بكتب ما اريده كأهداف صغيرة لهذا اليوم كأمل، بدي نفسي هنا قوة ثقة بالنفس. وما تنزعجش حتى لو انا ما حققتش كل اللي انا النهارده هعمله، النهارده ان شاء الله هحققه جزء من ايه، طب حققت جزء النهارده منه، ان شاء الله هحقق جزء منه بكره. اصبر دايما واحاول يوميا حتى تنجح في تحقيق كل ما كتبته. ودايما اذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص دايما على ما ينفعك، استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز،
وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلو دي بتفتح عمل الإيه؟ الشيطان دايما. إلا هنا ننتهي من الجزء الأول من قوة الثقة بالنفس. ألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في الجزء الثاني. كل الشكر لكم، سعدت بكم وكنتم إضافة لي. أسدتنا دكاترتنا الأفاضل كل الشكر لكم، جزاكم الله خيرا بلطفكم وبركة جهودكم جميعا. أترككم في رعاية الله وأمن، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.